شكرا انك فتحت الفيديو، اهلا وسهلا فيك في القناة سواء كنت مشترك معنا او اول مرة تزورنا. مادامك فتحت هذا الفيديو معناه انت هدفك تطور وتقوي من معلوماتك في اللغة الانجليزية وتشوف شرح بسيط وسهل لقواعد اللغة الانجليزية، ولو فعلا هذا هدفك فانت في المكان الصحيح، لان انا مستر ناصر هدفي اوصلك لهدفك وافهمك قواعد اللغة الانجليزية بابسط واسهل طريقة، لان قواعد اللغة الانجليزية بسيطة جدا لكن نحن بنعقدها. خليك معنا. Wow, this is excellent. Oh yeah, that's fantastic. You are the best of the best. Hi again, guys. في هذا الفيديو راح نحكي على قاعدة إعطاء النصيحة. تمام؟ اللي هي giving advice. Giving advice تنقسم طبعا لعدة أقسام، لكن احنا راح ناخذ منها قسمين اليوم، اللي هي النصيحة الدايركت، تمام؟ بيقولوا لها الامبيراتيف، والنصيحة باستعمال should و shouldn't. تمام؟ قبل ما نبدأ بالتفاصيل، لما بدك تسأل حدا بتقول له مثلا could you give me some advice، تمام؟ يعني ممكن تعطيني بعض النصائح. ما بنقدر نقول could you give me an advice ولا مثلا two advices، لا، لأنه كلمة advice هي uncountable غير معدود، تمام؟ فما بنحط لها رقم أو لكن ممكن أنت تلاقيها بشكل جمع في شغلة غير general English يعني، تمام؟ سواء مثلاً في الأدب، في القانون، لكن دائماً قواعد اللغة الإنجليزية في general English تختلف عن أي مجال تاني، تمام؟ فبنقول could you give me some advice، دائماً نقول some advice. طب لو بدي أقول تنتين مثلاً أو واحدة بيقول a piece of advice، يعني قطعة، هيك بيقولوها، بيقولوا قطعة نصيحة، لكن هي ال piece معناها وحدة، تمام؟ a piece of advice، تمام؟ two pieces of advice. بهالطريقة أنت بتعد شو بصير ال piece، أوكي؟ هذا بالنسبة لكلمة advice. هلأ بالنسبة لل imperative، شو هي ال imperative؟ ال imperative اللي أنت بتعطي نصيحة بشكل أمر، يعني دايركت، وعادة تستعمل مع الناس القريبين منك كتير، أو لو كان مثلا أحيانا دكتور بيحكي مع المرضى أحيانا بصيغة الأمر، تمام؟ مشان يلتزموا. فمثلا قول مثلا drink a lot of water every day. drink بدأت بالأمر بالفعل، تمام؟ أو مثلا don't smoke here. don't smoke here بدأت بالنفي. فهاي هي، أنت بتبدأ بالفعل أو تنفي الفعل بس بصيغة الأمر، تمام؟ drink a lot of water. don't smoke here. بس هاي بهالطريقة. لكن إذا أنت بدك تستعمله مثلا بشكل ألطف، مثلا بنستعمل قاعدة should و shouldn't، اللي هي مثلا تقول you should drink a lot of water every day. انت المفروض يعني تشرب مي كتير كل يوم، تمام؟ you shouldn't smoke here. اوكي، ما المفروض انك انت تدخن تشرب سيجارة في هالمكان. فهاي you should and you shouldn't، تمام؟ بالنسبة للإمبراتيف اللي علينا نحن انه بتبدأ بالفعل، تمام؟ او نفي الفعل بالdon't، لانك انت بتحكي بشكل دايركت ومباشر للشخص اللي قدامك. بالنسبه للshould وshouldn't نستعمل اول شيء بتكون تكتب انت subject، تمام؟ I you they we he she it كلهم بيجي بعدهم should وshouldn't بدون تغيير. I should he should you should they should، ما في مشكله. وبعد الshould وshouldn't شو بنكتب؟ نكتب infinitive، المصدر، تمام؟ مثلا أقول he should drinks a lot of water، لا، he should drink، ما لنا علاقة بهي ولا شيء. نحن بعد ال should و shouldn't تكتب شو؟ تكتب ال infinitive، تمام؟ هلأ عنا نحن طبعا قلنا تدرجات. هلأ أنت مثلا رايح أنت وأخوك الصغير على سوق السيارات، تمام؟ فشاف سيارة هيك بده يشتريها، تمام؟ هو ما بيفهم في السيارات، انت عندك شوية خبرة،
فما عجبتك، فشو بتقول له؟ بتقول له don't buy this car، ما تشتريها، امر. طيب لو انت مثلا مع صديق ومو مقرب زياده، تمام، راح تقولها بشكل الطف لانك انت ما بتحسن تأمره، فشو بتقول له؟ بتقول له you shouldn't buy this car. اوكي، you shouldn't buy this car. طيب اذا انت مثلا ماشي في السوق وشفت واحد بده يشتري سياره والسياره تعبانه وهيك بدهم يعني يهفوه يلبسوا السياره وياخذها، تمام، فانت مثلا ممكن تيجي هيك جنبه هني عم يتناقشوا، فبتقول له مثلا I don't think you should buy this car. اوكي okay? I don't think you should buy this car. فبتقول I don't think، تمام، ان لا انا ما اعتقد يعني ان انت المفروض تشتريها، لكن في النهايه الامر لك. اوكي، فهاي تعتبر الطف شيء، بتقول I don't think you should buy this car. اوكي، هاي بالتدريج نحن عملناها. طيب هلا بالنسبه للسؤال، اذا انا عندي مشكله وبدي اسال حدا على نصيحه، بعرض المشكله مثلا بقول I can't sleep at night. What should I do? I can't sleep at night. What should I do? تمام؟ فأنت بتقول المشكلة، بعدين بتقول What should I do؟ تمام؟ وعلى حسب مين اللي قدامك بيعطيك النصيحة، يا أما imperative مثلاً، بيقولك مثلاً you should have a hot shower. تمام؟ لا، في البداية إن نحنا imperative، لما تكون imperative بنقول have a hot shower، أو مثلاً you should have a hot shower. أو I think you should have a hot shower. Okay. مثلا لو كان بالنفي مثلا أقول لك don't drink coffee. Okay. You shouldn't drink coffee. I don't think you should drink coffee. Okay. فهاي أنت بالنسبة إذا عندك سؤال بدك حدا يسألك، أو بدك أنت حد تسأل حدا وهو بدي يجاوبك، تمام، شو بتقول؟ بتعرض المشكلة، تمام، وبتقول what should I do؟ I can't sleep at night. What should I do? I want to lose weight. What should I do? Okay. هذا كل شيء على طريقة إعطاء النصيحة بالإمبراتيف والشود شود. طبعا في شغلات تانية بس هذول هن البيسك الأساسيات اللي نستعملهم بشكل عام يعني في جميع الحالات. تمام. هذا كل شيء. ومدامك وصلت معنا لهون، معنا أنت حبيت الفيديو، ومدامك حبيت الفيديو حط لايك، اشترك في القناة، فعل الجرس ليوصلك كل شيء جديد أول بأول، وشارك الفيديو مع أصدقائك. وهذا كل شيء، يعطيكم العافية وفي أمان الله.